حديث أكثر عن هذا الموضوع السيد أليكس لونغلي المحرر في بلومبرغ. صباح الخير سيد أليكس، أهلا بك إلى البرنامج. بداية، أمام هذه التحديات التي تواجهها سلاسل الإمداد، يبدو أن هناك حلول مبتكرة جديدة يعني مواجهة كل مشكلة تواجهها الشركات على حدة. أين أصبحت هذه الحلول في هذه المرحلة؟ ما هي الابتكارات الجديدة التي من الممكن أن يقوم أو تقوم بها هذه الشركات لتخطي هذه الفترة الصعبة؟ ربما واحد من أكبر الابتكارات المفاجئة التي رأيناها هو أن السفن التي تنقل السلع الصناعية مثل الفحم وخام الحديد والحبوب وفول الصويا، هذه السفن بدأت تنقل الحاويات كما نرى عادة في الحاويات المليئة بالدراجات الهوية والألعاب مثلا، وهذا أمر غير معتاد وربما لم نراه من قبل، لكن هذا يظهر مدى اليأس الموجود في سلاسل التوريد إلى حد أن هذا النوع من السفن الذي يستعمل عادة في نقل السلع السائبة بات يستعمل لنقل البضائع، بضائع التجزئة التي نشتريها ونبيعها في محلاتنا العادية. هل هذا أو هل هذه التطورات عكست أزمة لم يكن العالم على إدراك كبير بها، وهي نقص في الحاويات النقل، وبالتالي هذا سيخلق استثمارات كبيرة لهذه الشركات في تطوير أسطولها وتعزيز أسطولها في السنوات المقبلة؟ نعم بالضبط، هناك مشكلة خفية نوعا ما، لأن معظم الناس كانوا يقولون إن هذه الاضطرابات في سلاسل التوريد والتوقف في بعض الموانئ هذا الأمر أثر على نقل السلع. لو أخذت حاوية العام الماضي كنت تدفعين $1000 وكان السعر مرتفعا، حاليا السعر هو $14,000 إذا كنت تريدين الانتقال من الصين إلى أوروبا. إذن الأثر ضخم، نحن أمام وقت غير مسبوق في مجال سلاسل التوريد. بالنسبة للمستقبل، بعض كبريات شركات نقل الحاويات في العالم تقول إن المشكلة هذه لن تحل قبل العام المقبل، وشركة ميرسك وشركات الشحن الأخرى قالت قبل فترة إن الأزمة قد تستمر إلى العام المقبل، إذن ليست هناك علامات واضحة على تراجع هذه المشكلة حاليا. إذن هل هذه الشركات ستتريث قبل زيادة أسطولها؟ كل شركة نقل حاويات لديها سجل طويل من العمليات التي تريد نقل البضائع، وأيضا هناك تزايد في إنتاج الحاويات، ونتوقع أن يحصل تراجع في الطلب، لكن أيضا العالم ينمو سكانه، وبالتالي قد نكون أمام تزايد في الطلب، وبالتالي لابد لنمو الأساطيل أن يوافق النمو السكاني. لكن بالنسبة لشحن الحاويات نجد هذا الأمر فيه مشكلة أكثر من النقل السائب أو نقل النفط، إذن سيكون هناك شراء، لكن بناء ناقلة حاويات ضخمة في الصين أو كوريا يحتاج إلى وقت، وهو ليس مسألة سريعة. أليكس لونغلي المحرر في بلومبرغ حدثنا من لندن، شكرا لك على المشاركة هذا الصباح.